بعد ما عرفنا شنو هي الفانكشنال اورجنايزيشن او شو يصير التنظيم الوظيفي داخل هيجي نوع من انواع المؤسسات او الشركات، رح ناخذ مثال عن الفانكشنال اورجنايزيشن. هي شركه اسمها دلتا مانوفاكتشرينج. مثل ما تشوفون امامكم التخطيط الوظيفي او التنظيم الوظيفي لهذه الشركه، اكيد الاداره راح تكون البدايه البريزيدنت، بالمستوى الثاني راح يكون الهيومن ريسورسز، الموارد البشريه والفاينانس اند ادمنستريشن الاداره والماليه، بعدين المستوى الثالث البروجكت كوردينيشن، تنسيق البروجكت راح يكون من خلال هاي الاقسام: الماركتينج تسويق، انجينيرينج الهندسه، مانوفاكتشرينج التصنيع، والبروكيرمنت اللي هي الشراء. بعدين اكيد كل قسم مكون من اقسام، اوكي، تدير هذا القسم يعني بطريقه ديناميكيه. ليش؟ لان اكيد الانجينيرينج مو بس اختصاص واحد، اكو اكثر من اختصاص او فيلد مجال داخل هذا القسم. يعني عندنا الكترونكس، عندنا سوفت وير انجينيرينج، عندنا ميكانيكال، الكتريكال، ديزاين انجينيرينج. بالنسبه للماركتينج بيها كاستمر سيرفيس، بيها دوميستيك سيلز يعني المبيعات المحليه، انترناشونال سيلز المبيعات العالميه وغيرها. حتى المانوفاكتشرينج والبروكيرمنت نفس الشيء، انه بيها اكثر من قسم داخل هاي الاجزاء الرئيسيه اللي مسؤوله عن بروجكت كوردينيشن. هسه ننتقل الى الادفانتجز والديس ادفانتجز ل الفانكشنال اورجانيزيشن اوف بروجكتس. اول ادفانتج هي نو ستراكشرال تشينج، يعني ماكو تغيير هيكلي، هي نفس الهيكليه تنفذ بها المشاريع بغض النظر عن شنو، يعني شنو طبيعه المشروع، شنو نوعيته، منو الكاستمر او الكلاينت اللي احنا ننفذ المشروع له، اوكي. فيعني فتشي ثابت. الفلكسبيليتي المرونه، ليش؟ هي الاقسام كلها يعني تقع داخل الشركه، وتقسيم المهام راح يكون سهل، الاكاونتابيلتي والريسبونسابيلتي راح تكون هم سهله، فيعني بيها مرونه عاليه هيك نوع من الـ من الـ من الاورجنايزيشنز. ان ديبث اكسبرتيز، اكيد الاقسام هاي اللي بيها مهندسين وبيها اكاونتنتس وبيها موظفين، تنفيذهم المشاريع وخبرتهم راح تزيد خلال فترة عملهم داخل الشركة، لأن هم أصلاً الستركتشر الهيكل ثابت ما بيتغير. أكيد كل ما مر الزمن أو كل ما زادت المشاريع وتم تنفيذها وتم التسليم راح تكون الخبرة أعلى. easy post project transition، ليش؟ يعني إنه هو بعد انه يتم تنفيذ المشروع، انه انت تسلم المشروع للجهة اللي انت تنفذها على موتها. فيعني اكيد يعني اكفد اجراءات معينة ثابتة بالنسبة لهاي الشركة من يخصوا المشروع، سيتم تنفيذه او تنفيذه وتسليمه بسهولة وبدون اي معوقات. هاي بالنسبة للادفانتجز. الديس ادفانتجز شنو؟ lack of focus، يعني تتخيل اكثر من مشروع راح يوكل هذول الاشخاص الموجودين بهذا القسم. لنفرض هذا المهندس الكهرباء الكتريكال انجينير راح يكون مسؤول على اكثر من مشروع، على الاعمال الكهربائيه الاكثر من مشروع، تخيل انت. فاكيد ما راح يكون هناك تركيز مشروع معين، راح يكون هناك lack of focus، قله تركيز. بالنسبه للبور انتجريشن، انه ماكو انتجريشن ويا البيرنت كومباني، اوكي. ليش؟ بسبب يعني عده مشاريع بنفس الوقت، انه كل قسم مسؤول عن شغله وبس، اوكي، ماكو انتجريشن بين الاقسام، اوكي. فيعني كل واحد مسؤول عن جزء معين بدون يعني ما يصير هناك تكامل بتنفيذ المهمات او بتنسيق الاعمال. سلو، اكيد سلو. ليش؟ لانه ماكو شيء تركيز، هو اصلا ماكو تركيز ببروجكت معينه، فالتركيز راح يكون مقسم على اكثر من بروجكت، ف راح يقل السرعه في تنفيذ المشروع. طبعا احنا لا ننسى انه يعني الموظف ما راح يكون فقط مسؤول عن تنفيذ المشروع، وانما حتى الاعمال توكل اليه من قبل الشركه، فيعني راح يصير تنفيذ المشروع كلش سلو. lack of ownership، اكيد توزيع المسؤوليات، توزيع المهمات على الأقسام
راح يخلي انه ماكو اونرشيب اللي لهذا المشروع او اي مشروع تنفذه الشركه. هاي الادفانتجز والديس ادفانتجز. المفروض كل واحد منكم يخلي براسه فكره عن نوعيه الهيكليه اللي يريد ينفذ بيها المشاريع بالمستقبل. هسه ننتقل الى النوع الثاني من 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 تنفيذ المشاريع او البروجكت مانجمنت، اداره المشاريع، اللي هو organizing projects dedicated teams. هنا شنو معناتها؟ معناتها انه انا اكون تيم فقط مسؤوليته ينفذ المشروع. اوكي، يعني full time project manager. انا عندي full time project manager بدوام كامل، هو مسؤوليته تنفيذ المشروع فقط، هذا المشروع اللي راح يوكل له. اوكي، هاي النوع من الـ من الorganizations يسموها projectized، يعني هاي الـ الـ النوع من الorganization يدير حال مشاريع. اوكي، هي عباره عن مؤسسات مشاريع. اوكي، فنوعيه البزنس اللي يتم تنفيذه هو مشاريع، والفانكشنال ديبارتمنت هاي اللي حكينا بها بالفانكشنال اورجانيزيشن مسؤوله فقط عن انه هي تزود هاي الفرق، او خلينا نقول البروجكت تيم، بالسبورت، الدعم. اوكي، هنا انا عندكم مثال مثل ما بدو تشوفون على الشاشة عن شركة زيوس الكترونيكس، هم نفس الشيء. هنا عندنا شنو؟ عندنا أول شيء البريزيدنت، أكيد البورد أوف دايركتوريز، الهيومن ريسورسز والفاينانس أند أدمنستريشنز، نفس الشيء بيها الأقسام اللي هي بروجكت كوردينيشن، الماركتينج والإنجينيرينج والمانوفاكتشرينج والبروكيرمنت، بس هي مقسمة إلى تيمز. اوكي، انا لما اسوي اقدم بروجكت جديد، اوكي، راح اعين مدير لهذا البروجكت. هذا المدير لهذا البروجكت ايش راح يسوي؟ راح يعين اشخاص اللي هم هذول اللي تشوفونهم هنا، هذول الاشخاص 1 2 3 4 اللي هم اصلا موظفين داخل هاي الـ 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 الاقسام الوظيفيه. اوكي، هذا قسم الماركتينج بعدة أشخاص. لما البروجكت مانجر يكون فريق البروجكت، شو راح يسوي؟ راح يعين شخص من الماركتينج، شخص من الانجينيرينج، شخص من المانفاكتشرينج، وشخص من البروكيومنت، حتى يشكلون البروجكت تيم اللي راح يكونوا مسؤولين عن تنفيذ هذا المشروع فقط. هسه نشوف الادفانتجز والديسادفانتجز of the dedicated team. أول شيء simple، أكيد يعني ما بيتعقيد، المهام موكلة إلى أشخاص محددين، فأكيد يعني تنفيذ راح يكون سهل، فاست، سريع، كل مشروع عليه فريق فقط يعني مسؤوليتهم تنفيذ هذا المشروع وبس، كوهسف، المشاركة، طريقة تنفيذ المشروع بها تيم وورك أكثر، كروس فانكشنال انتجريشن، يعني أنا راح أخذ شخص من كل قسم او من كل ديبارتمنت، وراح اخليه يشتغل ويا فريق كامل فقط مسؤولين عن تنفيذ هذا المشروع. اوكي، الديس ادفانتج شنو هو؟ اكسبنسيف، اكيد انا اذا انا راح اخلي هذا المشروع فقط هذا الشخص، يعني هذا الشخص ما راح يسوي اي مهام اخرى بغض النظر شنو طبيعه المهام اللي راح يسويها وايش قد الديوريشن مال المشروع، فاكيد راح يكون اكسبنسيف. اوكي، طبعا ال disadvantage الثاني هو internal strife. شلون يعني؟ لما تشكل تيم مسؤول عن هذا البروجكت، اكيد انت راح خلال الشغل راح تخلق مشاكل بين التيم المسؤول عن البروجكت والاذر employees، okay؟ الموظفين، يعني راح يصير انه هو صراعات داخليه، مشاكل بين منفذين المشروع والبقيه الموظفين، فيعني هاي تزيد بهيك نوع من انواع الستركتشرز. ليميتد تكنولوجيكال اكسبرتيز، اكيد انا لما اخذ شخص واحد واخليه مسؤول عن الديزاين، ينفذ مثلا مسؤول عن الديزاين بهذا البروجكت، انا ما راح
اجيب اكسبرتس من خارج الشركه، هو خلص خلينا نقول الخبره الموجوده داخل الشركه او بهذا الشخص بالذات هي فقط راح يكون متوفر لهذا البروجكت، غيره لا. difficult post project transition، طبعا هاي انت كل مشروع تشكل بي تي معين حتى ينفذه، تخيل كل مشروع وكل تيم راح يكون لهم اجراءات خاصه بيهم بتنفيذ المشروع وبتسليمه، فاكيد راح يكون هناك شنو راح يكون اختلاف، صعوبه، خلينا نقول ماكو شيء واضح، اكو هوايه امور واجراءات مختلفه من تيم الى تيم اخر، فراح يشكل لنا صعوبه بهيك نوع من انواع البروجكت ستراكشرز. هنا أنا طبعاً أكو فد تخطيط لل dedicated team اللي هو project organizational structure، شنو بي إنه هي الشركة الأصلية اللي هي central engineering systems بيها أقسام مثل marketing, finance, legal, human resources، أوكي بعدين راح تتقسم إلى مشاريع وكل مشروع إلى مدير مشروع و project team، فراح يعني تلاحظون هنا عندنا ألفا project بي project manager وبي engineering اللي هو electrical mechanical software بي manufacturing اللي fabrication assembly test وبي procurement. بالنسبة للبيتا project manager موجود هنا راح يكون أدنى أجزاء من ال project team اللي هم ال engineering ال subcontractors ال procurement وال manufacturing. أوكي يعني كل team هو مسؤول عن تنفيذ المشروع أو خلينا نقول project واحد فقط. النوع الثالث من ال project management structure هو ال organizing project through matrix structure. هذا ال matrix structure هو hybrid يعني هجين، أوكي مو يعني ما بي نوع واحد فقط، بي عدة أنواع من ال structures، أوكي بي functional وبي project، أوكي يعني إحنا أخذنا النوعين السابقين نهجنهم سوا او نضمنهم سوا ندمجهم سوا حتى يكونوا لنا الماتريكس ستراكشر. شنو يميز هذا النوع من الـ من البروجكت ستراكشر؟ هذا انه هو مثل ما قلنا هايبرد. الشيء الثاني انه انا البارتيسيبنت المشاركين او البروجكت تيم هذول مو بس راح يشتغلون للمشروع، راح يشتغلون للمشروع ويؤدون مهامهم الوظيفيه الاخرى لأقسامهم، يعني مثلا الانجينير خلينا نقول الكتريكال انجينير راح يشتغل هالمشروع، راح يشتغل بالديبارتمنت اللي هو انجينيرنج يسوي الاعمال الوظيفيه الموكل اليه من قبل القسم او من قبل الشركه. اوكي ليش يسوي اوبتمايزنج؟ يعني خلينا نقول احنا يعلي استخدام الريسورسز او خلينا نقول يحدث استخدام الريسورسز. شلون؟ انه هو بدل ما انا هذا الشخص البارتيسيبنت بالمشروع او التيم ممبر يشتغل فقط لمشروع، راح يشتغل لي للشركه بصوره عامه. غير هذا انه هو انا راح استخدم خبرات داخل الشركه او من خارج الشركه، تمام؟ هذا المثال زيتا مانيفاكتشرينج كان عنده بريزيدنت بي هيومن ريسورسز بي فاينانس، هذا دايركتور اوف بروجكت، هذا حيكون اكو فد مدير للبروجكت كلها. فراح ايش يسوي؟ راح يقسم المهام. كل شخص خلينا نقول موجود داخل القسم راح يؤدي مهامه داخل القسم، وبنفس الوقت راح يشتغل للبروجكت. مثلا هنا مقسمينها A و B و C، فإذا أنا راح أجيب شخص من الـ administration يشتغل لي للبروجكت A ويشتغل بروجكت B، ممكن يشتغل لي الـ administration department. الديزاين نفس الشيء، إنه أنا أحط شخص يشتغل لي للديزاين بهذا البروجكت والبروجكت الثاني والبروجكت C هيجي يعني، فيبقى الشخص متصل بالديبارتمنت اللي يشتغل بيه ويؤدي مهام الوظيفيه بنفس الوقت يؤدي مهام البروجكت. فبهيج حاله انا راح خلينا نقول اخلي يصير مور كونكشن بتوين ذا بروجكت تيم اند ذا اورجانيزيشن اتسلف. وبهذا النوع من الorganization structure نخلص محاضرتنا لهذا اليوم، نكمل إن شاء الله على المحاضرة الجاية. Good luck.